السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ويوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم خلاصة الكلام. مبدئيا بحب أرحب بزميلي دكتور عمرو، أهلا وسهلا بحضرتك. النهاردة عندنا حلقة مختلفة فريدة من نوعها، زي ما عودناكم بنقدم كل جديد في برنامجنا هو كل ما يخص الأسرة والمجتمع. معانا نموذج شبابي فريد من نوعه، يعني هو حاجة كده عايزة هو يعرف نفسه، بس هو خير دليل جايبه معاه اللي هو الأستاذة أسماء، طالبة من طلابه المميزين وهدفها إن هي تظهر على الميديا. فأولا كده مبدئيا برحب بأستاذ عماد، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أستاذة أسماء، نورتونا. مبدئيا حضرتك عرفنا ليه حبيت علم النفس وشمعنى علم النفس اللي هتتكلم عنه وشمعنى هو اللي دخلته. في البدايه انا برحب بحضرتك يا دكتوره سلمى وبرحب بالدكتور عمرو. اهلا بحضرتك. واشكر اداره القناه على الاستضافه الجميله دي، واتمنى ان شاء الله بمزيد من النجاح والحلقات التي تساعد على تطوير الفرد والمجتمع. تمام. في البدايه علم النفس هو دينامو الحياه. علم النفس هو اللي بيدرس سلوك الانسان وبيدرس كل ما يخص الانسان في حياته، لان عندنا سلوك الانسان او تصرفاته بتتطلب منا ثلاث عناصر أساسية، أولها الفهم، ثم التفسير، ثم التنبؤ، ثم التحكم. فبالتالي هنا دي من أهداف علم النفس، إن أنا لازم أفهم تصرفات الإنسان اللي أنا بتعامل معاه عشان أقدر أفسرها وأقدر أتنبؤ بتصرفات دي بالشكل السليم أو الصحيح، وأقدر أتحكم في السلوك إذا تحول إلى سلوك عدواني أو غيره. من واقع خبرة حضرتك كده عايزين نعرف السادة المشاهدين ايه هو علم النفس. زي ما قلت لحضرتك، علم النفس بيدرس كل ما يخص الفرد، سلوكه، تصرفاته، انفعالاته، شخصيته، كل ما يواجه الفرد من احباطات وصراعات وقلق، وازاي نقدر نواجه الكلام ده من خلال الحيل الدفاعية. تمام. وما هي فائدة الحيل الدفاعية لما نواجه القلق والإحباط والصراع. وبرضو علم النفس مهم جدا إن الإنسان بيحدد لنفسه هدف ويسعى إلى الوصول إليه من خلال فكرة الدافع وعامل التحفيز أو التعزيز لدى الفرد، وده مهم جدا إن الفرد يحدث له عامل التعزيز في علم النفس، وخصوصا التعزيز الإيجابي أو التشجيع، ده بيساعد إن احنا بنقوي السلوك المرغوب. أما والعكس صحيح، عندنا التعزيز السالب بيمنع السلوك الغير مرغوب اللي هو الكشف عن أخطاء الفرد. وعلم النفس برضو بيكلمنا عن الميول والاتجاهات لدى الأفراد، وعلم النفس له مجالات عديدة في مجال الصناعة والتجارة والإعلام. إذن علم النفس داخل في كل حاجة في حياة الإنسان، هو دينامو الحياة. هل علم النفس كان من أكبر طموحات لحضرتك؟ يعني أثناء دراستك في الثانوية العامة كنت حضرتك ترغب في دخولك كلية وتخصصك في علم النفس، ولا جه حسب التنسيق، ولا دي كانت من أهم الطموحات الخاصة بيك؟ والله يا دكتور عمرو أنا هقول لحضرتك على حاجة، كمادة علمية لعلم النفس أنا حبيتها جدا وحصلت على الدرجة النهائية وأنا في ثانوية عامة 50 من 50، الحمد لله، ما شاء الله. علم نفس واجتماع، فحب للمادة العلمية. أما كان الدافع الشخصي لدراسة علم النفس، يعني لو أنا حتى كنت حابب مجال غير علم النفس كنت برضه هطلع على علم النفس من خلال الدراسات أو الاطلاعات والبحث والقراءة، ده مهم جدا، لأن جميل. علم النفس زي ما قلت الوصف الدقيق جدا لدكتورة سلمى إن هو دينامو الحياة، أساس الحياة. إزاي الإنسان يتعلم إزاي يتصرف، إزاي يواجه المواقف الصعبة في حياته. فمن هنا بدأت الفكرة عندي إن أنا ألتحق بدراسة علم النفس والاجتماع بالجامعة، وليا الشرف العظيم بالكلام ده أو بالطموح ده، لأن في حد ذاته شيء بتشرف فيه دوما، ونتاج الدافع إن علم النفس هو رسالة أو طريقة أو أسلوب حياة بنستخدمها في التعامل مع الناس داخل مجتمعنا. أسماء، استفدت إيه من دراستك لعلم النفس؟ ومدى تأثير أستاذك على
في تأثيره لدراستك على دراستك وحبك لدراستك لعلم النفس؟ هل هو بسبب الأستاذ ولا حضرتك أنت كمان كان عندك رغبة اللي أنت فعلا تتفوقي في علم النفس ويكون لك يكون من أهم الطموحات اللي بعد التخرج لك أنت كمان؟ في البداية أشكر حضرتك وأشكر أهلاً بك القناة وأشكر دكتور سلمى ودكتور عمر والاستضافة العزيزة. ميرسي جدا. في أساس في أساس الحياة وأساس المجتمع طبعا، ده بيدي تحفيز للمجتمع وبيدي دافع قوي وبيدي تشجيع وبيدي حياة أصلا سليمة، لأن أصلا علم النفس ده بيتكلم عن حاجة واقعية احنا عايشينها وحاجة الكل عايشها، علم النفس وفي الفلسفة وعلم الاجتماع، وطبعا الحاجات دي احنا عايشينها كاملة يعني. طب ازاي استاذك قدر ياثر عليكي بقى، بدا حبك يعني اللي خلاكي يعني اكتر شيء استفدت بيه من الاستاذ عماد وكان ليه تاثير ايجابي وخلاكي ان انت فعلا تحب علم النفس وتدرسي علم النفس وتذاكري كويس علم النفس؟ هو حفزني عن الماده. جميل، تمام يا اسماء. طب ايه طموحك العلمي بقى؟ هل طموحك العلمي هيبقى دافع من استاذك ولا دافع من جواكي؟ يعني كلميني عن طموحك. هو في نفس الوقت انا نفسي ادخل كليه الاعلام. تمام. وطبعا استاذ عماد حفزني ومدرسين كتير حفزوني. تمام. لان كليه الاعلام دي رساله مهمه. يعني انا يعني لما وصلت للمرحله اللي انا فيها دي ان انا اخش ادخل قناه مع حضرتك. تمام. والمره باذن الله يبقى مع حضرتك برضه. هو مبدئيا ما شاء الله كهيئه واسلوب انت ما شاء الله تنفعي بجد، يعني ان انت تبقي في الاعلام هيتشرف بيكي. ميرسي، شكرا. الاعلام رساله مهمه بيتوجهها اي شخص، وحاجه كمان ان احنا الحاجات دي بالنسبه للاعلام عايز ثقافه وعايز ازاي انك تتكلمي، والبرستيج برضو وليها حاجات كتير. والتثقيف. رؤيتك ايه يا استاذ عماد للفلسفه الخاصه بالتعليم في الوقت الحالي، وايه الاشياء اللي ممكن يطمن بيها الطلاب الثانويه العامه وهم داخلين طبعا قريبا يعني على الامتحانات، يعني ممكن نوجه لهم رساله في ايه؟ في البداية دكتور عمرو، أول عام ثانوية عامة يكون بنظام التعليم الحديث، البداية أنا عايز هنا الرؤية من التطوير هي فكرة التدرج في المؤسسات. أنا لسنا ضد سياسة معينة ولسنا ضد تطوير بعينه، ولكن سياسة التدرج مهمة جدا في بناء المجتمعات. أولا النظام التعليم الجديد يعتمد على الفهم أكثر من الحفظ، يعني هنا طالب بيحفظ محتوى المنهج، هل ده ينم عن طب استاذنك معانا اتصال استاذ مجدي. تفضل. نعم. الو استاذ مجدي. ايوه اهلا وسهلا معاك يا فندم، اتفضل. الو. اهلا يا استاذ مجدي، مع حضرتك، اتفضل. ازي حضرتك؟ اولا انا احب ارحب بقناه الصحه والجمال. اهلا بك يا فندم. وبحب ارحب بضيوفك الكرام، وطبعا حضراتكم طبعا الاستاذه سلمى وطبعا ميرسي لحضرتك جدا، ربنا يخليكي. وحب اقول لحضرتك ان فعلا دي قناه جميله شيقه الواحد بيستمعها كتير، وفعلا بجد يعني حاجه كويسه وحاجه جميله. طبعا بنشكرك لحضرتك جدا، ربنا يخليك. ما تعرفناش بحضرتك؟ انا مجدي سمير صاحب مصنع الكرمة، رسم المفروض يعني للبس المذيع. ايوه تمام. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، تشرفنا باتصال حضرتك، ميرسي جدا، ربنا يخليك. شكرا استاذ، مع السلامه. نكمل بقيه موضوعنا تاني. نكمل. فهنا يا دكتور عمرو فكره القياس الذهني، ما هو القياس الذهني؟ ايوه فلسفه التعليم الجديده انا شايف ان هي فلسفه ناجحه مع الوقت وليس الآن. مع الوقت وليس الإيه؟ الآن. إزاي أعود الطالب على فكرة القياس الذهني؟ يعني مثلا محتوى المنهج أنا مش مطلوب إن أنا أحفظه، محتوى المنهج إن أنا أعاصر المشكلات دي في الواقع، أو النقطة دي في المنهج بتخاطب إيه من الواقع، أو من أقوال العلماء والمؤثرين وأصحاب الفكر. فبالتالي لازم أعود الطالب على الكيفية وليس الكمية. والقياس الذهني لعناصر المنهج زي ما قلت لحضرتك، ومن هنا هيبقى عند الطالب مهارة الاستطلاع والمعرفة والاجتهاد. يبقى إذن عدم الالتزام بالروتين. لا، الروتين في في الوقت ده وفي المرحلة دي لدى أي طالب مش هيوصله للمجموع اللي هو عايزه، ولازم الطالب يبقى هو في حد ذاته عنده طموح أو هدف.
انا يبقى عندي مثلا طموح بكليه معينه، زي مثلا ما اسماء انا بشيد بيها وبتشرف ان هي طالبه عندي، ان هي عايزه تدخل كليه اعلام، وعندي برضه نماذج مشرفه لكده، وهنتكلم اكيد عن. طب اذكر لنا كده كم نموذج كده عدد. انا هم اكتر من كم نموذج. انا عندي طبعا يعني عندي اسماء احمد جعفر من الطلبه المتميزين اللي انا بعتز بيهم، غير اسماء اشرف صح؟ ان شاء الله تكون معنا في الحلقه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله نتشرف بيها. وكتير يعني انا مش عايز انسى حد، وبامانه يعني طلبه برضو لهم طموح ولهم شأن، وان شاء الله موفقين في الثانويه العامه هم وكل زمايلهم عندنا وفي كل وكافه طلاب جمهوريه مصر العربيه. لان هنا بصراحه انا بفرح جدا لما يكون طالب عنده هدف وطموح. طالما عندك هدف وطموح هتسعى، ولازم ده يكون عندك فكره التثبيت الايماني. ايه هو التثبيت الايماني؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبالتالي الإنسان كل ما كان له قدر ومكانة وسط الناس هيكون بالعلم، هيكون بالاجتهاد، هيكون بقربه من ربنا، هيكون محدد لنفسه هدف، هيكون له مكانة وسط مجتمعه. ففي حد ذاته إحنا بنبني أجيال إن هي تقدر تشتل مسؤولية مجتمع بعد فترة من الوقت، وهي رسالة المعلم. رسالة المعلم ده يعني ده حبذا إن يكون تلقين أو حفظ، لكن رسالة المعلم بناء جيل. معنا مداخلة تاني يا أستاذة شمس. ألو؟ ألو؟ أيوة أستاذة شمس اتفضلي معاكي. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا شمس حمدي طالبة عند الأستاذة أمال. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا يا شمس. أهلا وسهلا. طب تحبي تقولي إيه لأستاذك ولا كلمينا كده عن أستاذ عماد بيتعامل معاكوا إزاي؟ سامعينك يا شمس. ممكن تقفلي بس التلفزيون ونسمعك من التليفون؟ نوطي التلفزيون شويه. يعني توطي شويه. تمام. اتفضلي. ايوه. استاذ عماد شخصيه محترمه جدا، وانا مبسوطه جدا اللي هو طالع على القناه الجميله ديت، وصراحه كلنا فرحانين له، لان هو يعني بصراحه انا ما شفتش مدرس شكله من حيث اللي هو بيفهمنا كويس. بيتعامل معاكوا ازاي في الفصل يا شمس؟ بصراحة هو متفاهم جدا معانا، بيتعامل معانا. اتفضلي اتفضلي. بيتعامل معاكوا ازاي؟ بيتعامل معانا يعني مثلا هو متفاهم جدا. هو واضح الصراحة من كلامه ومن اسلوبه معانا ان هو متفاهم. بيوصل لكم المعلومة يعني بسلاسة كده وسهولة؟ لا ما شاء الله عليه. اولا هو شخصية طبعا. تمام يا شمس. تمام. شكرا يا شمس. بنشكرك يا شمس على اتصالك وعلى الاشاده الجميله بالاستاذ بتاعك. اولا بشكر طلاب فرحانين بيك جدا وبشكرك جدا لانها من الطلاب المتميزين، وبنت صديق عزيز عليا الدكتور حمدي ابراهيم دكتور بكليه الزراعه. من النماذج المشرفه عندنا في ما شاء الله في قريه الزعفران. وطبعا شمس ونجوى ومين ومريم ومنا وغاده وشباب ثالثه ثانوي، وعندي برضو حتى من اولى ثانوي دلوقتي هاجر ابراهيم حامد سميه بسنت ما شاء الله. مش يعني احنا نكمل بقيه المدرسه. يعني انا امانه كلهم عندهم هدف وطموح وانا بعتز بيهم. اهم حاجه فعلا الهدف شرف وشباب ثالثه ثانوي، انا مش عايز انسى حد بامانه. تمام كلهم ما شاء الله ربنا يوفقهم في الثانويه العامه ونشوف درجات جميله كده. ايه الرساله اللي ممكن نقدمها لحضرتك تقدمها لاسماء ولزملائها في طالبات معاك في الفصل عموما يعني؟ الرساله انا عايز اقول لهم حاجه، اطمنوا، لان عنصر الخوف والقلق في وقت زي ده هيكون عامل سلبي. انا اجتهد واذاكر كويس واقرب من ربنا، افهم المحتوى كويس جدا بعمل التطبيق، زائد ان انا اكون عندي هدف محدد لنفسي هدف بسعى له. معانا مداخله تانية. في تاني مكالمه محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. محمد عبد الجواد مع حضرتك يا فندم. اهلا استاذ محمد اتفضل. الاول تحيه اجلال وتقدير لحضرتك سلمى والدكتوره عمرو على البرنامج حضرتك الجميل. ميرسي لحضرتك جدا. ذوق حضرتك الله يخليكي. احنا علم النفس ده بقى حياتنا كلها الصراحه.
اكيد يعني. واكثر وقت اولادنا محتاجين ان هم يفهموا علم النفس مضبوط ويدرسوه الوقت ده صح، ظل وجود الثورة الاعلام الكبيره دي ومع منظومه التعليم الجديده كمان. وكمان اللي بنتمنى على سياده الوزير ان هو يقف بجانب ولادنا السنه دي، يا ريت والله، وعلى مع التجربه الجديده دي باذن الله خير، واحنا متفائلين خير باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا وبنشكر حضرتك جدا جدا، لان بصراحه يعني الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا جدا، علم النفس دلوقتي. بس انا بناشد سياده الوزير نرجع دور المؤسسه زي زمان، المؤسسه التربويه التعليميه ترجع بقوه زي زمان، وباذن الله يا ريت ننجح والتجربه دي السنه دي تنجح ونكون يا رب يا رب ويوفق جميع طلابنا يا رب. اللهم امين. ميرسي جدا لحضرتك، ميرسي لاتصال حضرتك. وبشكر دكتور عمرو على البرنامج الهادف ده، ميرسي لاتصال حضرتك جدا. باذن الله خير ان شاء الله. ميرسي لحضرتك جدا. استاذ عماد، بلاحظ ان حضرتك عندك ملكه ومهاره في توصيل المعلومه ما شاء الله. اسماء بتفيد بحضرتك، والطالبه شمس اللي اتصلت، واسماء اللي حضرتك عمال تقولها الكتير دي، كل دول اكيد مش من فراغ. يعني حضرتك اما بتمسك الطالب عندك اصرار وعزيمه ان انت مش هتسيبه غير لما خلاص بقى انا هخليك تفهم المعلومه او هتشربها او زي ما بيقولوا كده. بتوصلها لهم ازاي؟ اولا انا في البدايه بشيد بالمكالمه الهاتفيه السابقه من استاذ محمد عبد الجواد. طبعا بنشكره جدا. يعني انا حابب انوه لحاجه مهمه جدا. اتفضل. ان عايزين نرجع دور الاخصائي النفسي في المؤسسه التربويه او التعليميه. اتكلمنا فعلا في الموضوع ده قبل كده، ان الاخصائي النفسي ليه عامل كبير قوي في المدارس. ده هو مهمة. هو يعتبر اتمحى، عايزين نرجعه تاني. يعني انا بناشد سياده الوزير مع الخطط الجميله اللي بيعملها في وزاره التعليم، ولكن انا بناشد بعوده دور الاخصائي النفسي داخل المؤسسه التعليميه. لان التعزيز من دور المؤسسات مهم جدا لنجاحها، لان مش هيكون في تحصيل دراسي الا ما يكون في تحفيز نفسي أو عامل نفسي. وانطلاقا من السؤال الأخير من دكتورة سلمى، إزاي ببسط المعلومة؟ أول حاجة أنا لازم أدرب الطالب اللي عندي يكون مثقف، يكون بيقرأ، يكون بيطلع. ده في حد ذاته تطوير لذاته، أكيد تطوير نفسه بنفسه. وزي ما نوهت بتديله ثقة، لازم الثقة بالنفس، لأن عنصر تطوير الذات ده أي إنسان. حابة توجهي إيه؟ طب يا أسماء، كلمة لوالدك وكلمة لأستاذي. هي أنا إيه كنت عايز أسألها الأول سؤال، هو وقتنا بيخلص ولا إيه؟ أنا كنت اتكلمت معاها بره قبل ما نخش الحلقة، إن هي عندها طموح إن هي تطلع إعلامية، فعايزة أعرف هدفها ليه الإعلام، وإيه هدفك، وهتعملي إيه لما تخشي إن شاء الله؟ يعني ان شاء الله اجيب بس الـ طبعا المجموعه. لا ان شاء الله، ما يسمهم على وجوه على وجوههم، فما شاء الله يعني هتجيبيها باذن الله. باذن الله. وطبعا اتشرف بحضرتك اكيد، لو باذن الله اجيب بس طبعا الاعلام وهبقى مع حضرتك. ده شرف ليا يا اسماء. وجهي كلمه لبابا وماما بسرعه. اكيد، يعني بابايا هو اللي شجعني وحفزني على كده، والاب طبعا عصب الروح، ومامتي برضه حفزتني وشجعتني. ربنا يبارك فيهم. وهي وهم الاثنين برضه وصلوني لكده، وطبعا عمو نبيل الاستاذ ابراهيم الدسوقي. ما شاء الله ما شاء الله. بنشكرك يا اسماء وبنشكر الاستاذ. حاجه اخيره بس، هو عشان برنامجنا اسمه خلاصه الكلام، عايزه كلمه اخيره من استاذ عماد يلخص فيها الموضوع كله. خلاصه الكلام، لازم نهتم بالدعم النفسي لاولادنا، لان هم دول اللي هيكونوا خلاصه مجتمعنا وعصاره فكرنا وجهدنا، لان بناء جيل لمجتمع ناضج من اجل تنميه مهمه جدا، تربويه وعلميه وعمليه وسياسيه واجتماعيه، من اجل بناء مصرنا الحبيبه. نشكر حضرتك جدا ان كان معانا شخصيه كده زي حضرتك، احنا فخورين بحضرتك جدا وباسمك. نشكر طبعا باسمك. نشكرك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.